جسمي اللي عندي في المسألة وزنه بيساوي 4 طن، خلاص؟ ما تبقى الكتلة بتساوي 4 طن، وعندك ال1 طن بيساوي 1000 كيلوغرام، يعني ده بيساوي 4000 كيلوغرام، تمام؟ يعني نقدر نقول إن الام الوزن بيساوي 4000 9.81 نيوتن، أو بيساوي 4.81 كيلو متر بدل وزن. دبليو بتساوي 4.81 كيلو متر، خلاص؟ طيب هو عايز إيه في المسألة؟ عايز يجيب ردود الأفعال عند الدعامة الرولر عندي. هو كمان بيقول لي إن هنا مش واحد، لأ، عندي اتنين رولر عند الـ A واتنين رولر عند الـ B، خلاص؟ طبعا مركبة الرولر بيبقى ليها مركبة رد فعل عمودية على المستوى. يبقى أنا عندي هنا 2 NB، وعندي هنا 2 NA. تي هنحللها، يبقى أنا عندي هنا تي ساين 10، وهنا تي كوزين 10. طيب سوليوشن، سمش القاف اتجاه الواي بيساوي صفر، هيبقى عندك تي كوزين 10 ناقص 4.981 بيساوي صفر، يعني تي بتساوي 4.981 على كوزين 10، تطلع تي بتساوي 39.8 متر، خلاص. طيب سمشن القوة في اتجاه الاكس بتساوي صفر، مين القوة في اتجاه الاكس؟ عندك تي ساين 10، تمام، ناقص 2 NB ناقص 2 NA بيساوي صفر. دي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية، سوليوشن قوة اتجاه السوليوشن مومنت حول النقطة دي بيساوي صفر. أنا واقف هنا بجيب العزوم عند النقطة دي، خلاص. هيبقى عندك عزم ال B بيساوي صفر. بالنسبة للعزم اللي موجود عندك إن إيه بتدور عكس عقارب الساعة، يبقى 2 NA المسافة الكلية اللي هي 900، خلاص. طيب التي ساين 10 بتدور مع عقارب الساعة، يبقى سالب تي ساين 10 في البعد ده اللي هو 600. طب الرأس بتدور مع عقارب الساعة، يبقى سالب تي كوزين 10 في البعد اللي هو 400. الوزن يبقى بيدور عكس عقارب الساعة، يبقى 4.981 400. ده كله بيساوي صفر. ان انا اطلع قيمة، طبعا هتاخد التي عوض بقى هنا، اطلع قيمة ان ايه، يطلع معاك ان ايه بيساوي 2.31 كيلومتر. خد ان ايه عوض بقى هنا، والتي عوض بقى هنا، يطلع معاك ان بي بتساوي